السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا ونكسن داوديال دي لهانتين بامير كستاة شوكتان كسو دواد برنامج كوياها نافضة وايدين كي معنية تلفشن كعالمي جساب تي في داوديال برنامج كواحد اللي سعودتين الساني قو حمد عبد السوكسوغا هادا بدا داوديال برنامج كتدوات كان وحي ناغو مرتية لما انا ارقى نافكا او كنو المقالة هرقيسة عبد السمد حسين احمد يا ايان حرير عبدي وإذا كنت تدوين يا تلفزيون كساب تي في يا برنامج كوايه النافذة. أنت الودونة. الودونة والله أنت الودونة. وهجاج أنت هنا وح كله بقول جد الجلين تعود ياش وح يسوي ديني يعني عبد السمد يا عيان وايو. أنا كوه ريا عبد السمد. عبد السمد تاريخ نولد كاجيو كوبان ففهم نقصي. تاريخ نولد كذا تاريخ نولد كي وح ويو ولا وح كل شيء مجال ده هرجيسة. وأنا كبر باري ميجي ده أيام كل شيء ملا ده باهي عليه أيام كل شيء وأنا كبر باري أنت كده برضو مدو إلى ضو إلى تبصر الجالسة حاجة إيطوبية أنت كي وركها وطريقة نقول كده وأنا سوق كبي وين تا أنا وديان دكتور رمضان طريقة نقول كده قرط مقعد وين حر عبدي وحنا كل شيء تلقى إيطوبية كنا برباري أنت إذا نرشة أنت وبدنا نروح كقاتي مقالد هرقيزة إن كان وقت حاضر كنا نقصو كنا هاي وهجاك عبد السمد لحد الآن تدين على عرق جميات كل دلتي مسوي حد على شغلة دي تبدي كل سو درسين أي والله كمان دلنا واحد شرتي حمل كيرات شذي عطا يوصلها إن أنا ندبيره مركا إن إسلامنا وحي واحد ده خاطر بنما يشرب ريو واحد لقى حي دين خاطر بالهليلين بأهيد طب نوان وي هوريان طب إن ده يبي شذي عادي كسو بودي طبعا ده صار عندي خوب بيعلى. انت اشتريتها لورن كرات سمدو. هذا قياسي سنة من قاعدي لا لح بلوض وان قياس كرا. لا لح بلوض وان قياس كرا دهديد. وياها عادك أيام جست هذا. إن الحال اللي أنت دين عارقة بس دي كوجو سوق قاعدي ففهمنا قصي. وحي كوجو سوق قاعدي أنا قلفت إذا أنا هو محي ذيرا إلا فرت مشميل هالشري. أيوة حي قعد عدي بكورة. كده بكورة دي. أيا دوين دول اللي رحضان بسرين كابسول أيا اللي غشوا تي تدوي دي تي المودي إن دهي نجي صار سام باي تج إيجا بين السو بكورة ده أيوم بابا كده ملوا دي إن ده ده حلاصات لصو حلاصات وسون عن تي أرجيب عن بيلاي أنا مركز ده سان كون ده بيلاي هو أي إن ده هي وهذا كده وضيع كل سيف عم بدو بقولتين أياني عبد السمد إن وقت حاضر كم أيام عبد السمد واحد تهين لما أنا نرش كم يدوبي إن بروح عند شعلان لها إن ندوني دي شعل كديب الرعنة وأدفع فهنا كسي سان حليل كيني قرتي وبلومي أنا جو كهرني عبد السمد عبد السمد أديك يا أيام قر ما يتسبرتين بسم الله أول واحد بسبرنا أي أول شيء أيام واحد سبرنا الله بدك كوني يتطوي يتوانكي أيام سبرناي طب ندى بلشيد واحد يسكبر طيض وده اسمه أركيسة لكن هذا قلبي يبى على قوة الصعدة وحنا نسكو برانا تليفون بنسكو برانا حجي نسكو برانا هذا تليفونك مركاين صاصا جديد وين نسكو برانا تاسه هاي هذا شحرير كنا قبل إن أيام إن ده يرتها لحد هذا قبع إن واحد يسكو برتان ويكل معن إن أما بواحد يسكو برتان براها برشدو أيكو حريران يجوا يصور هذا وده يسكو له وده عليا كدب إن ويسكو قنعان هذا هي عبد السمد سيدي اسكو حلا تاني لاسما بارك يسامبين قرت بلشدة وحنو شاقي لها لابد قف اس على المنايا مرك هرابا إني محاي هاي دي دي اسكو راعان قروح إني اسكو راعان وحا كم هيمسن قفكن إني أخلاقية دي الطبيعة دي دين تي سكو راعان وقفك بها الدانو هوا قروح بنا دي لكن أنا بدي قل كيسي كالوناك سنين دي واحد لغايا با حلقين قوما ما كتم عدو مركها walaalkay anigu maxayday isku maanan xulan qurux iyo maxayday arimo kale tan isku maanan xulan walaalkay markii aan isbaranay ee xiriirkayga walaalsinimo ku bilaabmay inta ka dib alxamdulillaah rabbil caalamiin waas fahanay laba qof asla jaan qaaday baan noqonay tii walaalkay markii aan maxayday mid kasta ba ki kala de dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa iyo asluubtiisa iyo sidii uu is fahmay mid ba ki kala u fahmay walaalkay waan isku qanacnay xiriir jacayl baan naga dhex bilaabmay xiriirkaasoo deyn kana mid dhalay marka walaalkay dadkan waxaan u sheeg lahaa haddii iyagu qorux isku xushaanay de is arkayaan anagu aragtay haday noqotana deyn dhig qalbigaaba noo joogo de waba nus aragnay ba saacada laga bilaabo
aragtida aragtidu anaga aragtideedu waa baan isku aragnay isku xulanay marka in qof walba qofka kale uu xulanayo waa iska hubiyaan oran lahaa diintiisa iyo tabal dhaqanadiisa quruxun yaa la isku raacay qurux jirka tuurin inaanayaan baa inaan oo way daawadayaashu waxa la jecel ku indhamalay jecel ku indhamalay wax kale buu ka geli karaa bee wayahay anu soo laabtay cabdisamad dankiisa cabdisamad waqtigii aad adigii ayaan ku heshiiseen isguursataan wax caqabada miyaad kala kulanteen bulshada waan kala kulanay laakiin waxaan aad iyo aad uga faraxsanahay inaan ka gudubnayo maadaama imika aan dee reer qoys dhisru noqono weliba dee wadna ka yimid aad iyo aad dee waanu kaga bogsanaa oran karaa dee waanu kaga bogsanayo ka maadho wixii kusoo maray aad iyo aad wa hagaag balaayaan waxaad isbarbardhig ku samaysaa noloshii hore iyo nolosha hadda aad ku jirtaan la ilaaha ilala noloshaas iyo nolosha horeta laba la isbarbardhigi karaba iyo laba isku dhowtoona maba aha waayo maxay haydee dee imikana waxaan ahayde gabadha reerkeeda maamulaysa qoyskaa dhisan dee berigi horena inaan yaro habeen bi reer ka daba hoyanaysa ayaan ahaa markaa laba la isku dhigi karo dee mabaha guurkuna sidiisaaba horta dee indhaqabou siiyo iyo farxad uu u yahay marka laba xamde anigu aan dee aan isbarbar dhigi kariyo laba isku dhowtoona ma aha qeyrkeena saasaan ku guwaabinaya cabdisamad adiga dhankaaga maxaad ku cabiri lahayd runtii waxaan farxad iga maqaba ma jirto waayo markan inaan ka ahaa iyo dee markan imika reer yeeshay weliba uu wadna ka dhashay dee noloshii waxaan ku noloshii way dhammaystirantay aniga xaggeyga ayay dee ila muuqataa inaan noloshii aan helay inteeda badneyd aan helay ayay ila muuqataa aniga muddo intee eleg baa guri leedeen adigii ayaan imika labadii sano way ku dhowdahay labada kun iyo labaatankii bishii koo tonaad ayaanu 23-kii ayuu aqalgal ku dhacay aduu waa kala horeeyeen laakiin aqalgalku nolosha habeenkii lagu midoobay kaas weyaa 23-kii bishii koo tonaad maasha allah insha allah waxaa rajeynaynaa si dhisan oo dhaqan oo yegleelan aad noqotaan ubad khayr qabo fara badan oo baahiyeen aad ilaahay idin kala siiyo wa hagaag ayaan waqti xaadirkan waxaad tahay hooye aragga naafaka ah maasha allah waxaad ku curatay gabadhii koowaad ayaanay bal waxaad nooga warantaa markaad gabadhaada ku curatay wax caqabada miyaad kala kulantay dee walaalo hooye ilma dhashay oo ilmaheedii haysato alxamdulilahi rabbilcaalamiin farxad mooyaane iyen dee nolosha usoo korodhay inay ku farxda mooyaane dee inay caqabadi ka imanayso dee anigu awalba umaan malaynahayn iminkana wax caqabadahoon ilmaha igaa kala kulmay oo iga hor yimi dee ma garanayo maxaayda ilmahayga alxamdulilahi rabbilcaalamiin waan ku farxay si fiican baan ilmahaygii anigu islala jaan qaadnay iyo reerkaygii ilmahaygii alxamdulilahi rabbilcaalamiin anigaa haysta hadday nadaafadiisii tahay iyo hadday dharigiisii tahay hadday dhuunigiisii tahay iyo hadday hayntiisii tahay hadday korintiisii tahayba dee inkastoo hooyo kasta oo lixdeedii lixaad qabta inta ay ilmaheeda inkastoo ay u qabato maxay ahayd anigu ilmahayga alxamdulilahi rabbilcaalamiin ismalihi wax baa kaa dhiman dee inantayda yara imikaan haystay qaar kale ka badan ba waan rajaynayaa haddii de jireen dad moodayeen dee hooyeen dhala haddii ay hooye aragga naafaka ay ilmo dhasha ay caqabad la kulmayso waxaan lalaa taas meesha halaga saaro ma jirto anaa markhaatiya qaar badan igu horreeya markhaatiya taas maba jirto ayaanay xagga bulshada markii gabadhaada curad kuu soo korodhay adiga dhankaaga waad inooga sheekaysay maasha allah laakiin xagga bulshada maxaad kala kulantay markii gabadha ay ku dhalatay yari kolley bulshadu caqabadaha dee adigubaad sheegtay bay filayeen ma garanaysaa oo maxaa haydee iyadoo marka horeba dee caqabada iska jireenoo dee marka horeba tan guurka laga dardaar welinayay haddala markuu ilma dhashay waabay kasii dartayba oo kaalay way arag laadahay miyaa oo ilmaa u dhashay oo arag laayay labadaba oo sidee ubadka u haysan karayaa oo ubadka markaa haddii ilmahoodii uu bahal qabsanayo cunayo amba ilmihiiba dabka kaga dhacayo sidee usoo qabsanayaan ilmihii uga warhaynayaan wallahi way kadeedan yihiin qofka ugu dhow ilaaha caawiyo ayuunbay odhanayeen qofka ugu dhow unbu odhanayay marka laga yimaado dee dadkii faamiligaha marka laga tago horta bulshada eede nala qabsada ee guriga nagula noolaanba faamiligeyganba faamiligii marka laga tago bulshadii kale naaqooni de wallaahi wadnahay farta ku hayeen baa la odhan karaayo de hooyeen dhalaa ilma haysan kartaa
dad badan arkeen wallahi alcadiim xamdeey been kuuma sheegayo waxa dhacday maalin gabad aan saa nooga sii fogeyn ayaa maalin waxay ahayday tiri markaa ilaahay khayra siiye walaashay weyla joogi jirtay intii aan musha ahaa weyla joogi jirtay waxay ahayday dee umul baan ahay waan qallaa markaa caawinta ay caawinaysay walaashay ayba dadku u fahmeen ee noloshii ilmihii baa gacyaarigii gacanta ku hayso haa dabadeedna wataa tiri miyayn oo miya ka joogtaa miya la joogtaa nimco deedna wataa gabadh kala tiri maya lama joogto gabadhida iigu dhaweyda markaa nolosheeda ka warhaysay ayaa tii lama joogto markaasay tiri alla oo goorma ka tagtay todobaad ka horbay ka tagto berigii hambe may joog allah deena tayar yaa la habaynaya oo dee yaa waa caqabade say tiri bisanka bisanka na marka saarantii imka inay labisantay dhar xidhantay meydhantay hagaagsantay hagaajisantay haa dee lug mara meel ku hagaajisatay meenaan ogeen meel ugu meydhatay meenaan ogeen inaan taasoo dhalaalaysa meel la soo baxday dee way ka maarmi kartaa baan odhanka ayaa walaalo dee bilaadani haa saha moodi marka waxaad leedahay sidii hooyo kaloo in dhaqabtay ilmaheeda u haysatun baan u haystaa ay maan u haystaa haa bulshadana aan u sheegaya maasha allah cabdisamed gabadhii neeraad ku xirateen magaceed kole magacyadu way badan yihiin waa laakiin waxaan u bixiyay mahadsiraad baan ugu bixiyay maasha allah gabadha yar ma gabadh idilamida micnaha aragga naafo ka ah may walaal dhihi waa fiyuyin wey anaguna halkan baan uga ducaynaynaa insha allah waxaan leenahay habar yar noqo curadii taaba gashay aan tabaalo lahayn insha allah ayaani waxay igu maqaala ah inaad tahay abwaaneed bal waxaan jeclaan lahaa aniga iyo daawadayaasha haddii uu jiro gabay khaasad xaajiga gab uga siisay inaad nala wadaagto allahu akbar waa fiicnaan lahayd gabay anigu xaajiga caawaan ugu talagalay oo isaga u khaasa inaan hayo oon halkan kasii dayn lahaa waan jeclaan lahaa asaate xamdee faraamshi kadib saad iga dhigtayo dee mama garanayaba isku da lakin jaaniskaa maalin kale saa adiga gaatay jaanisa kalean kaaga faa'iideysan doona maxaajiga gabayo soo diyaarin asaate waxaa jirtay anigiyo oo xaajigeyga berigaan wada sheekaysan jirnay inaan maxay heday gabay aan tiriyey oo aan ka tiriyey bal caqabadaha dadka naafada ah abaaragga naafada ka ah gaar ahaan kala haysta kala qabsan kara hadhow toole iyo haddii aniga xaajigeygu aan hadhow deguur aanu ka wada hadalo oo dee axdiga noo yaalay ba uu ahaa bal caqabadahan la kulmi lahay iyo waxaan waalidka odhan lahaa ayaan bal habeenka iyadoo isla waqtigaa taaganba aan ka tiriyey marka waxaan idhi sarurteedan cabaar ku dulfikiray qolkaygan joogay keligii baa markaa qolka seexan jiray markaa gabaygan ayaana igu soo dhacay gabaygaas oo aan la yidhaahdo ima daarin caashaqo haddana waan damqanaya gabayga waxaa dhahdaa ima daarin caashaqo haddana waan damqanayaa ladi maayo jiifko hurda way iga xaaraan inta wiil walaalkaya iyo gabadhu caashaqay aragooda kala dhiman arrintooda wiiqo
وايه هدي بدنا والبحر كولولا نفع عاشق ويرارو ويتي بانا هدا ويل دقايقا ولي بربح ضايدا ارن ميلا دقان لا ابا ايو هويوي الله حيد الدوري اذي كان اقبل حين ابا ما دعيسان ما دروف تاكتان اذي كون دليلين رقوا دقايقا ما كدي ديدانو دبك ما درينتان marka xamde gabay gabay aad u kooban baa gabay balaadhan mu ahayn qaybta hore anigu iska ma dhigayo ee waxaan ka dhigayaa laba qof oo kale iyaguna deebaxdayda baan ka dhigayaa oo leey labadaad hadii xayaday la isu diiday marka mana jiraana deewaan gabayga ka cabriyay ma garanaysaa qaybta dambana aniga ayaa de iskaga hadlayay walaa marka dambarta dadkii yiraahdeen tarbeenta waxay gabayga uga jeedeen waa iska gabay uun baan dhiteen ayba quseeyo حالات مركات شرطون بتكسر. ها حالات مركات شرطون ما شاء الله ما شاء الله وحها قوي قيمه سوتي إيش على قوي أفكار عن الوقت بيبان كل النهاية أبو أنا دقيان حرير عبدي يعني إن شاء الله واحد شيء إن برمتش كلو فربضين تنقل سوا قيب قشو إن قبي يبضن نلو ذاكتو إن شاء الله هدي ربنا عليك النقطة إن عبد سمد إن وقت حاضر كان وحش قاد قبضها مية شرتها. أيوة والله لما كان وحش قان قعدتك وياه وقت حاضر كان مية شرتك. وياه. أكيد. محد جلال هذين أتكشق يسوع هذين لعله فرصته هي اللي هيدبع إن شاء الله واحد أدي واحد ثمين له في له هي براي إن شاء الله ضدك وقف فيدي أنت أنا نفط إذا كنت أنا كضبقه أنا ولا راح إلى سيجار سيو أنا اللي بيله هي براي أنت على لها مركا الله بسلا على سدار ثان يعني أنت أنا كده ميل إن شاء الله بإذن الله وهكذا أي أنا ذيك يا عبد السمد به وقت حاضر كان يسوع أيان ذيك لها اللي هي ولها برنامج كه een labadin wasa talantaaliya telefoonka iga qabteen markan abd samad soo wacayna kiisa weega qabtay adiga markan ku soo wacayna kaaga wadiga qabtay een adiga ka jawaabiya su'aasha een bal sidad ku isticmaashaa maadamad aragana afka tahay telefoonkuna uu yahay ki aan codka lahayn uu yahay telefoonki caadiga bila codka aha bal faahfaahin naga sii marti xamdee way fiican tahay in inta dadka ka jahil saarna oo dad badan baba maxay dad moodeen telefoon ka iyo waxaas dadka araganaafada ka ay walaa ay arkeen telefoonadan codka iyagoo isticmaalaya dadka araganaafada ka ah waaye asa hadda ka waxa la oran kara cod buu leeyahay oo de qof isaga ba hagaayaba telefoonka qofka waaye laakiin kalmana hadlay waa dhaga xaase de sidoo ku garanaya qof araganaafa ka ay bal suudi ayay tahay Soomaali la suudi iyo imi ko ka telefoonkaygi 03 4 0 ان ayaan walaan lambarkaaga baa ka soo wacay weeyaan waxa sidaas aan isticmaalaa walaalo marka ayaan maxaa ku fududeeyay inaan cod malaha lambaradii waa isku wada dhawa sideed markaa isticmaalaysaa dawar hadan maanta ku raahdo 10 kayga xubnooda gacmaha ku yaala de ma garanayo dhana kaga tagay siday kale yihiin ma garanayo tani taasar khalad bay noqonaysaa marka telefoonkan aan sitaana 10 kayga xubnood ayuun bu ila mid yahay hatta saadkii maxay hayday dollar iyo cash ba maxay hayday sagal xitaa cod igu shaqeynayeen ayaan dirtaa oo sarifta oo waxan koori waxa la wax telefoonka war oo igu seegani ma jirto ayaa walaalahay oran laha marka telefoonkan wax la wax dhiba aniga haaji guba maxay hayday telefoonka oo nusidana waran isku raxda la uma danta halkaas ma kala socona marka waxaan oran karnaa la qabsi iyo qiyaasada qiyaasaysan lambaradii ha waan la qabsanay iyo ilaahayo waxa horta tahay ilaahay lagu horeysiyo ayaa muhiim ah ilaahay baa noo fududeeyay banta oran karnaa ma sha Allah ilaahay idin siiyo anaguna idin leenahay waxa gaga abd samad bal waxaadna la wadaagtaa maalintii kugu farxada badnay dunida maalintii noqon kartaa baa la oran karaa bismillaah walaal maalintii kugu farxada badnay waxaan maalintan ilaahay hadafkayga iyo horgeliyeen reer yag leelay maanta saay farxad badnay maanta ku farxad oo de maalin aan u dhigi karaa ma jirto oo waxaan ku leeyahay farxad iyo farxad gelisay de maalin ila mid ma jirto waaye oo waa maalin igu qaraayay maalintaas waxay noqon kartaa maalin xasuus mudan bay xasuus mudan aadiyad ayaan adiga geestaada su'aashaas geestaada maxaad ka oran lahayd maxaa kugu farxad badnaa dulida maalintii maalintii ugu farxadda badan horta xamdee wajigeeda ka akhrisatay oo waxa laga yaabaa de kalfada waad ka garanaysaa oo wajigeeda ka akhrisatay waaye marka maalintii ugu farxadda badnayd aniga waxaad maalintan xaajigeega aan adduunka ugu jecelay nolosha ku midownay
محي هذي عن واحد إيم بدنا رشتيني مستقبل كرشتيني هيك سنة يي معناته كمل دليلي معن إيه غفر حد بدنايب تما أوران كروي شرته من شر الدون تا مركا معناته صاي غفر حد بدنايب واحد رشتيني غفر حد معناته إيه بلا متي إيه إنه رشة إذا أنت كهرداي محي هذي أي إيه صعطه آخرنا كنا ده محتاج يجسكو عرقنا إن شاء الله أنا وأنا والدك ودعاء لكو كالمين أنا ما أنتيو إن واحد كسر دون هاي كنت يجيب جبدي برنامج كا عبد السمد سواش هو قدام بيسا هذا هو تشانس كيف فايدة سنية واحد كدعوانا يا دمان دتك الصومالي ده أفك الصومالي كوه الله دم بكدعوانا يا سيدو كل واحد كدعوانا يا دتك نافذة آه كل الظروف تا كل الدرين كا هذا عبد السمد هان هل كان محاضر دارا وقدر يسا بسم الله تنكوري سيو دتك الصومالي دعوانا يا وحول الله الصومالي دوا لو يقان دقن كوه لو يقان إني سكر مدان dadkooga tabalaysan ay caawiyaan oo waa lagu yaqaanay in dadkooga u damqadaan way waxan kuulay iskaashada oo ila Allah ka caawto ta koobada ku barajiyay waxa in Allah ka cabsiga ogaadaan in ku barajinaya hadaan soo noqdo tan naafada hadaan soo noqdo naafadi waxad mooda bay imkay inay kala yar tan jeereen bad mooda anoo barnaamijkan munaasabadan qaaliga uga faa'iideysanaya waxa la naafada isku duubnaato oo ah ogaadaan ki walaalki wax soo kordhay in walaalka kala wax soo سكر دين إني تريمان ويتفرار وكان إسكت دايان ويقول إلهي كعب صدا وواحد كور أي إسكت دايان كل ريح دنا إنه والب ليه أنا 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 وحى إسكت دايان ولا لكي إنه قدام قضاء إنك كله ولا لكي قدام قضاء أيان كبر روتينية ولا وحنا لي مركل إنك علنية إن إلهي كعب صدا والله كعب سجا وصيكم بتقوى الله تقود إلهي بنا يا الله كعب سبنا وباقية يعني إسكت دوبنا هذا هذا كعبي كوي ها هذا وح برشط هاي هذا عافي ما هاي هذا كلمة كلت هاي وحن لاي ولا لاي إسكت دوبنا هذا نافوي يركز الجوتين هذا أرق لادين هذا قعم لادين هذا لوج لادين هذا إسكت شرتين هذا مقل لادين ها وان 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 تشيدني إن شاء الله باق برو تشيدني يعني إسكت دوبنا هذا بالله إسكت دوبنا هذا ولا لاي لو وح مكل ليدين ويعني جاي سكر ده عادو كوسا كرده وح هذا جا كوسا كرده أنا ويسا كرده مركز تاسان كتر داري إن شاء الله بيد ملاي كريم ويا هيا يعني وح هالك هذي كدعوانا يا دلني يرفع بدن أو ما جانا يالا معنا عشية كوسا عطوا إن بس إذا الله ظروف إذا الله درينا إن لكن سيجو عن سوتش بينين ده كه سوتش بسنة دينكو إن ما أنت بعتين كويس لسنة ونلاش يكون يدوبي إن يجا هالك محاد فرين أو قد درسا لما أنا هكمل سنة كوسوتش ره دهرت لما يابي أو تكوبات لما يابي أو عقبتها نجوا كبقيني ولو أنا العقبات لكل من أدينا رشة هذه الحمد لله رب العالمين أنا كمل هذا للناي عقبات البشدنا أنا وحسامين أنا جويا لأن أدرى حلوان ترى ده عقبتها نكبقيني بيجوا كبقيا أسا تو حلا ولا على حيو وعقبتها هاد كلا كل مثلا رشة مترتو واد مدوب كرتان واد محي هذي غير كيني يربطين واد هاي سان كرتان واد سكور سان كرتان وح الله وح كستقو دي دادك واد كلاسي منتهين مركا ولا راه وحن لايا حي واد دادا عن مرناي اي خير كالي يينا كوكا لهاريني إذا كنا محي هذي صور راع بان لايا حي شيتك 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 ويدين بناي بان لايا حي ولا راه محي هذي حانا قف كورتا وحا وحول بكمهين سان كالسوني ده قبل دو سكون كلسوني هاي وسكون نفتي سكون كلسوني هاي نيو برشاد ولا واحد كستو عيسى ما يسا ده ما تشوشين كرا إلى هاي قدر كيس ما تشوشين كرا واحد كسب برشاد هسكا هذا شو اللي جت هسكا هذا شو قف كل نفتي سر وكون كلسوني قف كيس سر وكون كلسوني هاي مركا حرام الله مركا النهار تكلسوني ده أيام هي مهي حوشية تكلسوني ده حوشية ولا على هاي وتكلسوني ده سلو حوشية مستقبل كيني أنا رشينا كم ردالي أو anaw nolol baan helay jannaan helay jannada adduunka dewaan haysan saaxirana waan rajaynaynaa ilaahayna lagu wada kulmiyo inshaalla marka jannada adduunka taala walaalahayo nagula soo biira yeena ku kala hadin anagu oran mayno ka jooga allah ilaahay marka soo dhaweyna baqam furma walaalahay ku soo dhaweynayna kulli waa ku maqlayaan dhalinyar farabadan oo maaganayaala ayaan waa idin sheegtay waxay idin tiri jannadii adduunka ayaan helay maasha Allah marka jidka ayaan baadin leeyahay idinkana inaan ku soo dayataan ayaan ka rajaynayaa Cabdi Samad su'aasha ugu dambeysay barnaamijka
أضو تشانس كيف فايدة السنة يا هل كان كسلام بس؟ أنا كسلام ومضى إسلام مضى إسلام كده ما قال كان كسلام يا. أنت هاي تاون تون تا إن شاء الله بيد ملاك كريم. يوم السلام يا. كارهان ومد سومال لما سلام يا. والله يسوتو نادى يدخلنا. ولا نجد أي وحي رالي لا أي وحي عبا نجاي لالي أنا لا يا هاي. وحي ذلك إن خسارة نايي نجاي لالي أنا لا يا هاي. أنا هو تشانس كده فايدة السنة يا. تقالي مكان مكرين الله تقال واحد تقال مكرنا تقالي نقي تشوشي نقي لالي نبي تقولي أنا وضيع عشانه نبي تقولي هو النضن نبي تقولي أنا وضيع عشان الله والله يال إن شاء الله تعالى أساسا يا داسن كعب حياة إيه نعطيك أي أن كيس تلا سلام السعدي وعاو تشانس كيف فايدة السنة أنا وحنكم كسلام يا أمة الإسلام كميل كستو أي تشوجان وحن الله يهدي يدبد بأسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تسلام أيامك سلام يا أنت كده بحق السلام يا أنك سلام يا مدحويني هينا جمهورية الصومالان مصبيح عدي أولا يا مدحويني بشدة هذا ومدحويني تتكن في قبصنا يقعد كستبا هذا نو مدحويني تلك هذا كلا هاجي كرا بشدة مكلا تشهي واحد كلا أنك سلام يا لبدي دو والد أباي ولواني هو ينورين أباي وأنك سلام يا أبط كياغا iyo walaalahay baadayda meel kasto ay joogan naafo oodana wa salaamaya waxaan halka si gaar ah uga salaamaya adiga xamdu abd sagsagana waan ku salaamaya hadda ka qaaday xabiib saaf tv ina wa salaamaya dhamaantood meel rag iyo dumar ba wa salaamaya saaxiibadeedna qarana wa salaamaya inna baad saaxiibada ku jirtaa ma sha Allah qoysiska kala aragga naafada kana dhamaantood wa salaamaya een alla yasane faanagu nuqleenahay dhamaantood kale halkan ay ka daawan doonaan een salaantaasna way ka gudoomi doonaan een waa hagaag intaas waxay noogu dhamaaday barnaamijkii waayaha naafada oo toddobaadkan ay noogu marti ahaayeen lamaana araga naafka ah Cabdi Samad Xuseen Axmed iyo Ayaan Xariir Cabdi Ayaan iyo Cabdi Samad waxaan uga mahadcelinayna waqtigooda qiimaha badan ay noo soo horeen Allah ay sharafay idin leeyahay walaalahayga qiimaha badan waxaan rajaynayaa barnaamijyo kala far badan inaan nagala soo qayb gali doontaan oo insha Allah aan ku wada sheekaysan doono inta ay ka badan ma jeclaa inaan si wada joogno laakiin waqtigan ino saamaxayn aad baad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad guud ahaan daawadayaalintaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waayaha naafada aad kala socoteen telefishinka saab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga Xamdi Cabdi Sogsoga tan iyo kulanti dambeynteena ku kulmi doona barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idinkaga tagayaa Ismaeil Afnis Meelowno salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh